الشهداء أقسام. هناك الشهادة على مستوى العقيدة، يعني يموت وهو متمسك بعقيدته ولم يحد عنها ولم يغير ولم يبدل، فقد صدق في عقيدته. يعني بحيث أنه ما تردد في معتقده، الله واحد واحد خلص، ما عنده أنه إلى شريك أو تردد في هذا المعنى أبدا. هذا الذي يموت وهو متمسك بعقيدته على مستوى التوحيد وعلى مستوى النبوة وعلى مستوى الإمامة وعلى مستوى ولاية أهل البيت وعلى مستوى الإيمان باليوم الآخر، ومصر على هذه العقيدة ولم يغير فيها ولم يبدل وثبت إلى آخر لحظة، هذا شهيد. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات دون عن النبي صلى الله عليه وآله ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. يعني مات وهو معتقد هذه العقيدة ثابت عليها، الذي يموت وهو ثابت على هذه العقيدة شهيد بلا إشكال، لأن ترى أكو بعض الناس قد تجرهم الإغراءات والترهيب أحيانا على مستوى الترغيب أو على مستوى الترهيب فيحيد عن عقيدته، أو هي شوية شوية بالذنوب ما يشوف روحه وإذا به قد كفر. لولا الذنوب تجر الإنسان إلى الشرك، تجر إلى الكفر، رغبة في تحصيل الدنيا مثلا ما تشوفه وإذا به كفر. والإمام علي عليه السلام يقول: ما دخل الفقر بلدا إلا قال له الكفر خذني معك. يقول لك أنا حين فقير وأنا حصل الدنيا، شو سوي في العقيدة؟ شو سوي في الدين؟ ما فيها. فحبا للدنيا شو يتنازل عن عقيدته، يتنازل عن إيمانه، يتنازل عن ولاية أهل البيت مثلا. الإنسان الذي يموت ورغم الإغراءات ورغم الترهيب يموت على العقيدة الحقة يموت شهيدا، شهيد. ما حمل سيف ولا رمح ولا قاتل في سبيل الله، ولكن ثبت إلى آخر لحظة وما خرجت روحه إلا وهو على العقيدة الحقة، شهيد. هاي واحد. إذن هذا إن شاء الله مضمونة، هذا قلت بالشهادة إن شاء الله مضمونة يعني كل المعتقدين أو معظمهم، لأنهم سيثبتون في الأعم الأغلب، سيثبتون على المعتقد ويبقون إلى اللحظة الأخيرة على ماذا؟ على العقيدة الحق. فلو مات وهو على هذا الحق مات شهيدا بنص الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا مو بس يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله حب آل محمد، من مات على حب آل محمد مات شهيدا، الحب الذي فيه الولاء طبعا، ولا شك أن ولاية أهل البيت جامعة لولاية الله وولاية النبي والإيمان باليوم الآخر، بمعنى أنها جامعة للعقائد كلها، تحبهم طبعا مع الاعتقاد بولايته. أما أقول أحبهم وأنا ما أعتقد ولايتهم ما يصير، لابد للعقيدة
فإذا من مات على حب آل محمد مات شهيدا. هاي واحد، هذا قسم من أقسام الشهداء. الله يرحم الشهيد حسين الجزيري وباقي الشهداء، نسأل الله لهم الرحمة وأن يصبرنا ويصبر أهلهم الذين فقدوهم فقد بلا أشكال مؤثر، ويعني يعز على كل أب أن يرى ولده وقد اخترقه السلاح شوية وقطع بدنه، الموقف صعب. يعز على كل أب وعلى كل أم أن يروا أولادهم بهذا في عمر الورود، ترى بعضهم ما وصل إلى سن البلوغ، بعضهم ما وصل إلى سن البلوغ وإذا شبابهم يتقطع أمام أبوهم. لولا تصور هذه النسل الحرقة موجودة، ولذلك أقول لك هو حال باقي، يتألم له أبوه ويتألم له كل الشهداء، كل عوائل الشهداء وأسر الشهداء يتألمون لشهدائهم، وترى أن هذا الدم يغلي في عروقهم ويقولون لو يعاهدون كل سنة راح نحيي ذكرى وراح نقيم لك الذكرى، مو في كل سنة، في كل يوم، في كل ساعة، حتى يتحقق ما قتلت من أجله، حتى يتحقق ما قتلت من أجله. وتعجب أنه لما تيجي واحد الدم ما زال أخضر، ما زال رطب، والجنازة تتقلب على المغتسل ويوقف يقول لا تقولون شهيد. هذا شنو هالقسوة هذه؟ هذا يخدم ماذا؟ يخدم ماذا؟ هذا الإنسان يخدم ماذا؟ هذا يريد أن يهدم أو يريد أن يبني؟ ولكنه يخسأ، هذا الإنسان الذي في الصورة هذه يخسأ، ودم الشهيد يضحك عليه في الواقع. دم الشهيد نفسه يضحك عليه ويهزأ بنفسه هذا الإنسان عندما ينهى الناس لا تقولوا شهيد، يعني خلاص مات بس ميت خلاص لا تقولوا شهيد. ثقافة يحجمها في الواقع الميل إلى الدنيا والميل إلى حب الذات وحب النفس وحب المال. شنو يعني تقف أنت هؤلاء الذين بكل الحقائق من جهة الروايات من جهة الآيات من جهة يعني الأدلة كلها والبراهين تدلل على أن هؤلاء شهداء وقتلوا ظلما وعدوانا، خلى الآن لنفرض أنه لا طلع طالب ولا شيء، فقط هو قاعد في بيته وجاء واحد قتله، يقول مو شهيد بعد، بس خنقوه بالغاز يقول مو شهيد، ما طلع جاهل ولا ناظر، من يقول مو شهيد؟ هذا المظلوم من يتحمل دمه؟ هذا مظلوم، من الذي يتحمل دمه؟ من الذي يتحمل حرمته؟ نعم، ولكنها هذه حالة من الشماتة وحالة من الطائفية في الواقع اللي دعت بعض الناس إلى أن ينطق بهذا المنطق مثل ما الشباب يا Yeah.
الشباب تقدمهن زينب. وصلت زينب الى باب الخيمه وقفت، قالت يعني سؤال لا تدخلون، لا تدخلون بهالضجه، اخاف يموت الحسين. اول اطلع الحسين، اول اطلع الحسين والا اخاف انه يموت. دخلت الخيمه وقامت تدور، الحسين ما شافت الحسين، لكن تسمع انين داخل الخيمه، على الشباب. قامت تتخطى القتلى، اعرف ان الحسين في الخيمه واسمع انينه، لكن وين الحسين؟ حسين طبعا ما طلع. قامت تتخطى القتلى قتيل بعد قتيل، واذا بالحسين ممدد بين الشابين، تارة ينحني يميله على الاكبر يقبله، وتارة على القاسم يقبله. قالت له قوم ابو علي لا تموت على الشبان. اخذت بيده في الطلعه من الخيمه، ما قدرت، ما قام الحسين، ما يستطيع ان يقوم. عندئذ جعلت تسحبه سحبا بين الشبان بين الجثث، قوم ابو علي لا تموت على هؤلاء الشباب. اخرجته زينب، ولما اخرجته واذا بها تلتفت للنساء، ادخلن يا نساء وانظرن الى القاسم وانظرن الى علي الاكبر للوداع. دخلت النساء ورملة تنادي من شفت عمان، اختصر هذا المقام هذا في المجلس في هذه الكلمة. زينب عليها السلام يوم وصلت إلى المدينة وشافت أم البنين، أم البنين مو فاقدة واحد، فاقدة أربعة شبان كلهم فقدتهم في ساعة واحدة. تصور أن زينب جاية بس تعزي وجاية تهني أيضا، لا، بمقدار ما أنها جاءت تعزي ايضا جاءت تهني. جملة اولادك نشامة وبالحرب ما هم ردود، بيض وجهك وشيال العلم صاحوا الثوب. ارفعي راسك ليوم القيامة يا
صاحت وجانا خبر عنكم ولا بنتي صحيح صدق عرستون جسام وقمر قالت بعرس افتجعنا والشهيد حسين صيح قوم يا عباس واحضر حفلة زفاف الشباب